بسم الله الرحمن الرحيم، ولادي وبناتي السلام عليكم واهلا بيكم في الجزء الثاني من ازاي تدير مديرك. الجزء الاولاني استعرضنا فيه مع بعض فراسة وش والعلامات التي تشير الى ان هذا المدير صعب المرأس، وقد يكون هذا المدير مش المدير، ممكن يكون يبقى جوزك في البيت او مراتك في البيت. علامات وشهم اللي استعرضناها في الفيديو اللي فات وشرحناها بالتفصيل ممكن ترجع لها تاني. احنا قلنا الانف الروماني، فتحة الانف الواسعة او الضيقة، الرقبة الطويلة او المتوسطة او القصيرة، الودن الكبيرة او الصغيرة، موقع الودن اذا كان فوق او في النص او تحت. هذه العلامات إذا اجتمعت كلها يبقى أنت بتتعامل مع شخصية أصعب من القنبلة الذرية. إذا اجتمع فيها جزء أو اتنين أو تلاتة يبقى الموضوع بيقل شوية. ولكن النهاردة زي ما قلنا هنتعلم القواعد أو الأفكار التي تشير إلى كيف تدير مديرك. هناك طريقتين للتعامل مع المدير، الطريقة الذكية والطريقة المعترف بها دوليا. الطريقة المعترف بها دوليا ألا وهي خليك منافق طبطب لي، ودي الانجح على الاطلاق وللمديرين بيحبوها جدا، لان النفس الانسانية للأسف الشديد فطرت على حب من يجامل ومن ينافق ومن يداهن. خلي بالك من الحتة اللي هقولها دي، المدير او الشخص اللي انت بتنافقه عارف كويس قوي 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 انك انت بتنافقه بس راضي بكده. ولكن خلي بالك من القاعدة التانية، ان المداهنة او النفاق او التطبيل لناسه، يعني الشخص اللي بينافق ده يا اما موهوب في النفاق يا اما مبتلى بالنفاق. موهوب او مبتلى يعني ايه؟ هي حاجة ربنا حطها فيه، انت شايفها موهبة او انت شايفها ابتلاء. انا شخصيا شايفها ابتلاء. انت شايفها ايه مش مشكلة المسمى، لكن دي حاجة جواه بتطلع بالفطرة، بتطلع بالاوتوماتيك كده اوتوماتيك. لو انت او انت حاولت انك انت تنمزج زميلك في العمل المنافق المداهن وتطلع اوتبوت زيه هيبقى شكلك وحش جدا جدا، وينقلب الامر عليك، لان مديرك عارف انك انت ايه، انك انت بتنافقه وانك انت بتدهنه، يقوم يعمل فيها ايه، هي مش عاجباه الطريقة، مش طالعة طبيعية، طالعة صناعية، يقوم يعمل فيها الشريف بقى، الراجل الشريف المحترم، أنا محدش ينافقني، وينقلب الأمر عليك عشان يبين قدام الناس إن هو لا يقبل المنافقة والمداهنة، وفي نفس الوقت يعلي زميلك اللي بيعرف يطبل طبلة. مظبوط، ده حتى اللي بيطبل على الطبلة، في ناس بتطبل حلو، في ناس بتطبل أي كلام، مش كل من مسك الطبلة مطبلاتي، ومش كل من رقص رقاص، مش كده ولا ايه؟ القاعدة بقى التانية، يبقى القاعدة الأولانية حسك عينك تنافق أو تداهن أو تنمزج المداهنين والمنافقين إن لم يكن ده موهبة فيك أو ابتلاء فيك حسب ما أنت شايف. قاعدة نمرة اتنين، حط في دماغك يا ابني ويا بنتي إن المدير ده أقدم منك في الشغل، سواء رضيت أو لم ترضى أقدم منك في الشغل حتى ولو كان أصغر منك في السن. حتى ولو كان أصغر منك في السن هو أقدم منك في الشغل، إن هو حاطط في عقله وفي قلبه وفي نفسيته إن هو الأقدم، فبالتالي فطرت النفس الإنسانية على إن المدير الأقدم بيحب قوي قوي يستقبل الاحترام الناتج عن إما الأقدمية في العمل أو الأقدمية في العمر لو أكبر منك في السن. هتحترمه هتحترمه، لانك لو ما احترمتوش هتربي من جواه حاجة في نفسيته يبدأ يظهر ليك العداء. القاعدة نمرة ثلاثة، ممكن يكون هو اقدم منك في الشغل ولكن انت امكانياتك وموهبتك اعلى منه بكتير، يعني من الاخر اشطر منه. حسك عينك تبين له انك انت شاطر. ليه؟ لان فطرة النفس الانسانية على اني انا احسن واحد في الدنيا، انا اشطر واحد في الشله، تيجي انت يا حته عيل يا ابن امبارح ولا الاسبوع اللي فات تحسسني انك انت اشطر مني هحاربك هحطمك. لو انت شاطر وبتعمل حاجات شاطره كتير وقلت له حسسته بامكانياته المتواضعه هيدور لك على خطا في الشغل، ولو دور لك على خطا في الشغل هيلاقيه، ولو لقاه هيظهره ويركز الاضاءه عليه ويعمل له امبليفيكيشن وماجنيفيكيشن وانكريكيشن وكل الكلام اللي فيه ايشن اللي احنا بنسمعه ده، وهيأذيك أذى شديد جدا. بس خلي بالك من القاعدة اللي بعد كده، لو أنت أشطر منه هو عارف من جواه أنك أنت أشطر منه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. ليه؟ ظلما وعلوا. لا، أنا مش هخلي العلو ده جوا نفسك، أنا هطبطب عليك وانزلك تحت، مش هديك فرصة انك تتعالى عليا، هديلك شطارتي
وهدي لك امكانياتي من غير ما احسسك. ازاي يا كابتن عمرو نعمل كده؟ على سبيل المثال للحصر، ازاي تديره بشطارتك لما يحصل موقف او ياخد قرار، هذا القرار من وجهة نظرك انت شايفه غلط وشايف ان في قرار تاني صح، ما تقولوش يا فندم القرار اللي انت بتاخده ده غلط والمعلومات اللي عندك دي غلط والكلام اللي انت بتقوله ده غلط، القرار الصح هو 1 2 3 كده، انت دخلت حته شمال خالص وهيحاربك. تقول له ايه بقى؟ تقول والله يا فندم انا بيتهيأ لي ان لو احنا عملنا الامر الفلاني بالطريقه اللي حضرتك تقول عليها دي حسب فكرتي انا، ممكن ينتج عنها الاضرار التاليه 1 2 3 4، معرفش كنت انا فاهم صح ولا غلط، حضرتك ادرى مني. وبيتهيأ لي ان لو حضرتك علمتنا قبل كده من فتره من الفترات كنت بتتكلم في نفس الموضوع ولا هو لا اتكلم ولا حاجه، ان حضرتك قلت ان احنا لو عالجنا الامر بالطريقه العلانيه قد ينتج عنه 1 أو 2 أو 3، انا معرفش انا صح ولا غلط، ولكن حضرتك صاحب القرار في هذا الامر وربنا يوفقك في اتخاذ القرار السليم. ايه رايك يا فندم نعمل ده ولا نعمل ده؟ وقول لي بقى. ساعتها هو هيعمل نفسه السيد الخبير ويقول لك اه برافو عليك، انا فعلا قلت الكلام ده من زمان وانت لفتت نظري اليه. يبقى لما تيجي تقدم المعلومات تقدم المعلومات بصيغه الاقتراح، ولا تقدم المعلومات ابدا ابدا بصيغه الايه انك انت بتديله تعليمات او بتصلح له. ساعتها الانسان برضو فطر على انه بيحب اللي بيقدم له يد المساعده، بس حسك عينك وهو انت بتقدم له يد المساعده تقول له انا بساعدك. تخيل معايا انك انت في زنقه ماديه ومحتاج فلوس، وجي واحد صاحبك يقول لك خد يا محمد او خد يا فلان ال $100 دي مساعده مني ليك عشان انا بحب اساعدك، نفسيتك هتتعمل فيها ايه؟ هتتكسر. ولكن لو هو قدمها لك قال بطريقه تانية على انها هديه، على انه قدمها لك بطريقه باي شكل اخر شيك غير ان هو بيقدم لك مساعده، مش هتكسر نفسيتك. لو اتكسر نفسيه المدير منك اقسم بالله لحيكسرك كسره سودة النينه. طيب ده كيف تدير مديرك والشخصيه الصعبه في العمل. أمال كيف تدير كيف تديري جوزك أو الشخصية الصعبة في البيت لو جوزك لو جوزك أو جوزتك؟ هنعمل إيه؟ وقت الفيديو خلص، أقول لكم إن شاء الله المرة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.